بسم الله الله يبارك فيك، الله يحفظك. الحمد لله. إن شاء الله الشيخ يبدأ الآن، سنبدأ بكلمة تقديم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، هذه كلمة تذكيرية من شيخنا عبد الرحمن بن محي الدين حفظه الله تعالى في تذكير، نعم، في التذكير بما يتعلق بشهر رمضان، في كلمة تذكيرية حول شهر رمضان، وكان هذا في يوم الجمعة التاسع من رمضان العام 36 بعد 400,000 من الهجرة. وهذه الكلمة ألقاها الشيخ حفظه الله تعالى من المسجد النبوي عند باب الصديق، فليتفضل حفظه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. أما بعد، فمعاشر الإخوة الكرام، أوصيكم ونفسي بتقوى الله جل وعلا، فإنه أعظم زاد يتزوده الإنسان في هذه الحياة. قال الله عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وحيث أننا في هذا الشهر المبارك العظيم، غرة السنة، شهر رمضان المبارك من هذا العام الذي أسأل الله أن يجعله عام خير وبركة على المسلمين، أن يعودوا إلى دينهم وإلى ربهم، يصلحوا علائقهم بربهم جل وعلا. وأعظم هذه العلاقة بين الإنسان وربه هذه الصلة، وهو أمر التوحيد، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. في هذا الشهر، في جميع أنحاء المعمورة هذه الأرض، يسير عليها ويمر عليها هذا الشهر شرقا وغربا، شمالا وجنوبا، من جميع الأجناس، من البشرية يمر عليهم هذا الشهر. والأصل فيه أنهم كلهم يصومون، المسلم والكافر، لكن الكافر فقد أصل الصوم، لأن الكافر الآن مأمور بالصيام في هذا الشهر. الأصل أن البشرية كلها تصوم هذا الشهر، والله العظيم، لأن الله أمرهم كله بالصيام، أمرهم بالتوحيد أصلا، أن لا يشركوا به شيئا. وقد قال العلماء: إن الكافر مأمور بفروع الشريعة كما أنه مأمور بأصل الشريعة وهو التوحيد، مأمور أن يصلي، مأمور أن يصوم، مأمور أن يزكي، مأمور قبل كل شيء التوحيد، الأمر الأعظم في حياة الناس، وهو العهد الذي بين الله وبين عباده. هذا العهد العظيم: وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم،
وإياي فارهبون. هكذا قال الرب جل وعلا: أوفوا يا عبادي بعهدي. والعهد أن يعبد وحده لا يشرك معه غيره سبحانه جل وعلا وحده، لأنه هو الخالق والرازق والمحيي والمميت والمتصرف في هذا الكون، بيده الليل والنهار، بيده الشمس والقمر. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. يمسك القمر، يمسك الشمس، يمسك السماء أن تقع على الأرض، فهو الملك القوي. لا إله إلا هو. يجب أن يوحدوه العالم. ما معنى يوحدوه؟ يفردوه بالعبادة، يفردوه بالكمال، يفردوه بالجمال، يفردوه بالصفات العليا، صفات الحسنة الحسنى، ولله الأسماء الحسنى. أسماؤه وأفعاله وصفاته والله كلها حسنى سبحانه. ألذ شيء للإنسان النظر إلى وجهه، لا يوجد ألذ منه. فنسأل الله أن لا يحرمنا من لذة النظر إلى وجهه الكريم الجميل. أمره أن يعبدوه، يوحدوه، يفردوه بالسمع والطاعة، بالاستجابة: استجيبوا لربكم. فيسجد الإنسان ويوحد الله، لا يسأل غير الله، لا يخاف غير الله، لا يطلب غير الله، يرجو الله. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. لا محالة. الذي لا يعبد الله يقول: أنا حر أفعل ما أشاء. الحرية الآن، دعاة الحرية، الإنسان حر، كل إنسان حر في شأنه. وقد فلسفوا هذه الفلسفة الآن الليبرالية، يقولون حرية، كل إنسان يعبد ما يشاء. هذا خطأ، ليس بصحيح. كيف تعبد ما يشاء؟ من خلقك؟ من رزقك؟ من يحييك؟ من أحياك؟ من يميتك؟ وبعد الموت أين تذهب؟ لا ترجع؟ ليس صحيحا لا ترجع أبدا. وقالوا: أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. والله تبعث لا محالة. قد يقول: كيف أبعث وأنا صرت ترابا؟ الذي خلقك أول مرة من العدم، كما قال جل وعلا: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب. من خلق أصل الخلق؟ كيف جئنا؟ طبيعة ليست بطبيعة، وإنما هناك منظم حكيم عليم قدير نظم هذا الكون لحياة الناس، يختبرهم ويمتحنهم، ينظر أيهم أحسن عملا، أيهم يستجيب لله، أيهم يعبده حق العبادة. فيا إخوتاه، يا معاشر الإخوة المستمعين، أعظم شيء في حياتنا التوحيد. والله يوحدنا، نعبده الواحد الأحد، لا نسأل غيره، لا نتفرق. يحكم بيننا كلام الله، يحكم بيننا كتاب الله: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. هذا الأصل الحياة. أما أن يتقاتل البشرية، والله كلها من شياطين الإنس والجن، ينزغ بيننا الشيطان. الأصل في المؤمن المسلم أخو المسلم، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ويحب لنفسه. يحب لأخيه أن يكون مستقيما، يكون طيبا، يكون صالحا، أخلاقه طيبة. كذلك هو، وكذلك من الكافر تريد أن يكون طيب، لكن هنا الحب. لا يؤمن أحدكم حتى يحب ويرضى ويفعل قولا واعتقادا وفعلا.
يكون قلبه جيد تجاه إخوانه المسلمين، يشرح قلبه لإخوانه المسلمين، يتمنى هدايتهم، يعمل على إصلاحهم والتعاون معهم. هكذا هذا الأصل، اعتقادا وفعلا وقولا. الفعل كذلك يفعل، لا يؤذي أحد، لا يضر أحد بيده، لا يشتم، لا يضرب بيده، لا يكتب بيده شيئا يضر بإخوانه. هذا الأصل في حياة المسلم، القول والفعل والاعتقاد. يعتقد قلبه الخير للمسلمين ويفعل الخير للمسلمين، لابد يفعل خيرا. أما أنه لا يفعل خير ويؤتي شره لهم، أعوذ بالله من الشيطان. شر الناس، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة من تركه الناس ابتغاء شره، وفي رواية ابتغاء فحشه، عنده فواحش، عنده شر الناس يتأذون منه، من جيرانه. لا يا أخي، خلي جارك يمدحك حتى لو كان كافرا، جارك لو كان كافرا نصرانيا، أعمل معه الخير، يقول هذا فعلا رجل طيب يطمئن إليك، لا تطلع على عوراته ولا على نسائه، غض البصر عنهم واعمل ما يصلحه. هذا الأصل. أنتم في مكان غربة في بريطانيا، يجب أن تكونوا على هداية طيبة وعلى عقيدة طيبة، توحد الله، تراقب الله جل وعلا في أعمالكم، في سلوككم، في معاملاتكم، في بيعكم، في شرائكم، حتى يقول الكفراء هذا هو الإسلام الحق. والله ثم والله ثم والله، لو كنتم على الإسلام الحق الكفر يسلم وتكون خير الإسلام. أما لو كنت فاسق فاجر، لا تصلي، تشرب الخمر، وتفسق في النساء، وتأكل الربا، وتشرك بالله، هذه سبة. يقولوا هذا الإسلام، إسلام دين الجهل والضلال، ما يبغوا. نسأل الله أن يصلحنا وإياكم. فوصيتي لكم في هذا الشهر، شهر المبارك، تزيدوا تقوى، تصومون النهار وتقومون الليل، وتعملوا الناس الخير، هذا العمل. حتى لو جاءك رجل كافر يريد يأكل معك في الإفطار، مائدة الإفطار، يأكل، الحمد لله، خيرات الله واجدة، كبيرة كثيرة. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم. لا تقول لا ما يأكل معي، هذا كافر نجس، لعل الله يهدي الإنسان. الله عز وجل غفر للزانية سقط كلبا. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم ما يحب ويرضى. أكتفي بهذه الكلمة، وإن شاء الله أراكم في مرة أخرى. أوصيكم الوصية التامة الجامعة، التوحيد التوحيد. أسأل الله أن يحققه في قلوبنا، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا، جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمة الطيبة والتذكرة النافعة، نسأل الله أن يكتبها في ميزان حسناته، وأن يجعلها خالصة لوجهه سبحانه. وهي كانت كلمة تذكيرية لإخواننا في بريطانيا حول شهر رمضان. بارك الله فيكم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.